أطيب التحايا وأرق وأجمل الكلمات، نحييكم أحبة المشاهدين، ورح نلتقيكم بتغطية خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع زوارنا الأحبة، وننقل لكم التهاني والتبريكات من منطقة ما بين الحرمين، وأيضا نشوف هذه الأجواء عند الإمام الحسين عليه السلام. خليكم ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. نهني العالم الإسلام بعيد المبارك عيد الأضحى، ونهني المراجع العظام وخاصة الحشد المقدس والقوات الأمنية. نهني كافة الشعب العراقي على هذا العيد إن شاء الله، ويعم الأمن والأمان على جميع أمة محمد الإسلامية. والله الأجواء كلش حلوة ما بين الحرمين، وخاصة الزوار يعني بكثرة إن شاء الله. خدمات متوفرة؟ الخدمات متوفرة الحمد لله وشكر من أمن وكل الكوادر موجودة بين الحرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نهني العالم الإسلامي ومراجعنا العظام بعيد الأضحى المبارك، ونهني الشعب العراقي على انتصاراته على داعش وعدائنا، والحمد لله. والله الحمد لله زيارة منونية وخدمات جيدة جدا، وتعاون المواطن مع القوات الأمنية ومع الخدمة تعاون جيد 100%. أي موجودين زوار من كل دول العالم، خاصة البحرين ودول الخليج وباكستان. بغداد الحمد لله أكو زحامات، بس الحمد لله وصلنا بسلامة. أخاتي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. هذه مصلي على محمد وآل محمد. هذه المناسبة المباركة وهي مناسبة عيد الأضحى، وفي مقدمته وقفة عرفات، فإن المسلمين جميعا يتوقون إلى الحج، ولكن من لم يسعفه المقام أو الوقت أو المال فإن الحجيج في عرفات الحسين إن شاء الله، لأن في الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن حضور عرفات في مكة وحضور عرفات في كربلاء هي واحدة تؤدي ثواب الحجيج إن شاء الله. والله الأجواء في كربلاء أجواء إيمانية هادئة، الناس كلها منصبة على الزيارة وعلى الغفران وعلى الحضور في هذا المشهد العظيم، مشهد الإمام الحسين أبا الشهداء الذي قال كلمته المشهورة في كربلاء عندما قارع الطغاة يزيد اللعين ومن تبعه، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. أزوار أجانب موجودة من إيران ومن كل البلدان ومن الهند، وشاهدت لجماعة يضربون على صدورهم من الهند، وهذا دليل على أن الأمة الإسلامية هي في قوة إن شاء الله تجاه الطاغوت الأمريكي والطاغوت الصهيوني، وإن شاء الله إلى النصر على يد الإمام الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام بخير. نبارك الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بحلول عيد الأضحى المبارك، وعيد على العراق وعلى الأمة العربية الإسلامية بالخير والبركة إن شاء الله. ما تعرفنا بيكم من أي محافظة؟ أنا الشيخ عماد الشحماني محافظة البصرة. حياك الله. شون الأجواء بكربلاء؟ خير وبنعمة وبركات أهل البيت وأجواء العراق، عراق علي والحسين. العيد يختلف بالبصرة عن بكربلاء، يعني احنا لازم نحلق شوية بأجواء كربلاء، فالعيد يختلف لذته بالبصرة عن كربلاء. صح يم أهلك وناسك، لكن عند الحبيب الحسين انت اليوم. أكيد أكيد طبعا، لا شك طبعا، كربلاء 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 الحسين طبعا، هو اللي كان ما رايح للحج بعامنا هذا يجي يقرأ دعاء عرفة، وهو هذا يعتبر مجزي للحج أو ثوابه ثواب حجاج بيت الله الحرام. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. إذن أحبتي المشاهدين، راح نتواصل وياكم بنقل هذه الأجواء ولقاءاتنا المستمرة. معنا أحد الزوار الآخرين. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله معايدين عليكم بالخير وعلى الشعب العراقي، كل عام وانتم بالخير مناسبة عيد الأضحى المبارك. المدح بتوجه تهنئة بالبداية. والله وجه تهنئة بالدرجة للشعب العراقي وللحشد الشعبي وقواتنا المسلحة وقواتنا الأمنية
ما نعرف نحن عليك ابو من اي محافظه؟ حسين علي شاكر من محافظه بابل. يا اهلا بكم. شلون شفت اجواء كربلاء؟ والله الاجواء خدمات زينه والحمد لله، واستوعب زوار كربلاء بالملايين هاي المناسبه مناسبه عرفه. هاي المناسبه لمن تحب توجه رساله؟ والله اليوم عن الامن الامان والله الدعاء لابطالنا بالقوات الامنيه. احب اوجه وانصح السياسيين كلهم ان يتحدون ويصيرون ايد واحده ويدعمون هذا الشعب، الشعب اللي جاهد وناضل، ويقدموا له خدمات ويصيرون ايد واحده. هو هذا الشعب، تدري مظلوم الشعب والله العظيم. نسالنا الله ان يحفظ لنا الشعب العراقي ويرحمنا ويرحم أمة محمد. يتواصل وياكم أحبة المشاهدين بنقل هذه الأجواء وتجواننا في منطقة ما بين الحرمين، ونكون معكم بأجواء العيد، عيد الأضحى المبارك في هذه المنطقة. معي أحد الزوار، السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. السلام وانت بلف خير. الله يحفظك. خلينا نتعرف فيك أبو من، من أي محافظة؟ أنا عامل قضاء الصويرة محافظة تواصل. حياك الله. بالبداية لمن تحب توجه تهنئة؟ لكل الشعب العراقي والحشد الشعبي والقوات الأمنية والمواطنين الكرام، نهنئكم بهذا العيد المبروك، ونهني ونبارك بمحافظة كربلاء على الخدمات التي قدمتها إلى الزوار لكل المحافظات والوطن العربي. ونشكركم ونشكركم على هذا اللقاء، وكل عام وأنتم ألف خير وألف ألف خير. الله يحفظكم. شكرا جزيلا لك. سهلا. أيضا زائر آخر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وأنت بخير. صحة وسلامة إن شاء الله. الله يسلمك قلبي. الله يخليك. عيد مبارك على كل العراقيين، وهنئ المراجعنا الكرام، وهنئ الحشد الشعبي والقوات الأمنية وقوات الجيش العراقي بهذه المناسبة السعيدة. نشكركم على هذا اللقاء. أجواء كربلة. الأجواء بكربلة أجواء طيبة وخدمات يعني جيدة جدا، وإحنا مرتاحين بهذه الزيارة العظيمة والكبرى. إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يسلمك. الله يحفظكم إن شاء الله. إذا نتواصل معكم أحبة المشاهدين ومع زائر آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أنت بخير إن شاء الله. سلامة الجميع إن شاء الله. نقدم التهنئة للشعب العراقي العظيم. نهنيهم ونقول لهم ايامكم سعيده، كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يعود عليهم كل سنه، وعليكم ان شاء الله وعلى الشعب كله بالخير والرفاهيه والامان. شفتوا اجواء كربلاء؟ الحمد لله بخير وسهله وحلوه، واجواء كل جميله بحضوركم انتم ان شاء الله. وبارك الله بكم. شكرا جزيلا لكم. اذا احبتي المشاهدين راح نستمر بنقل هذه التغطيه واجواء هذه التغطيه، كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرفع آيات التهاني والتبركات إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مرجعيتنا العظيمة، وإلى كل الشيعة أهل البيت عليهم السلام والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله يمنوا على العراقيين بالصحة والأمان والنصر للمجاهدين إن شاء الله. الحمد لله والشكر، دائما هي أهل كربلاء سباقين مع المواكب الحسينية من المحافظات، توفير كافة الخدمات، وهذا يدل على أن العراقيين إن شاء الله موحدين من أجل كسرة الدواعش ونصرة العراق إن شاء الله. إذن أحبة المشاهدين، وصلنا وياكم لختام هذه التغطية، على أمل الملتقى في حلقات أخرى وتغطيات أخرى. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.